الأصوات وفهم المسموع. أولا الأصوات صوت خاء. التدريب الأول استمع وأعد. خالد، خليل، خولة، خديجة، بخير. هذا الدرس حول حرف الخاء. إذا نظرنا إلى المكتوب جيدا نرى أن حرف الخاء كتب باللون الأحمر، فنحن نركز على حرف الخاء. خالد، خليل، خولة، خديجة، بخير. التدريب الثاني استمع وأعد. كاف، خاء، كر، خر، كبير، خبير، كسوف، خسوف، كان، خان، كاوية، خاوية، نكرة، نخرة. مكر، مخر، مخر، فكاك، فخاخ، فكاك، فخاخ، نكير، نخير، مكرم، مخرم، فك، فخ، مسك، مسخ، ساك، ساخ، مسلوك، مسلوخ، نسك، نسخ.